ونروح للجنة الأولمبية، وعلى رأسها في اللجنة الطبية الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية في اللجنة الأولمبية. دكتور حسن مساء الخير. مساء النور يا فندم، أنا بسعادتك. تحياتي وحمد لله على السلامة من طوكيو. الله يسلم حضرتك، ربنا يخليك. أنا عارف إن أنت عملت مجهود رائع الحقيقة في رعاية وعناية البعثة المصرية في طوكيو، خاصة في ظل الجائحة وكل ما واجهته البعثة. الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك، والحمد لله ده فضل ربنا يعني. طيب حضرتك طبعا تابعت الكورة وعارف ما يتعرض ليه الدوري المصري. اه طبعا طبعا. فكرة ان انا عندي فريق بيلعب 73 مباراة متصلة من اغسطس لاغسطس في حمل بدني بالارقام مش موجود في اي دولة في العالم، من الناحية العلمية والطبية حضرتك شايفها ازاي؟ والله بص، هو حضرتك اللي احنا بنقوله ده مش محتاج ان احنا يعني مش محتاج يعني خلاف كبير، يعني هو ده في الاخر مكون من مجموعه قدرات. ده مكون من قدرات عضليه او فسيولوجيه اللي هي اللياقه البدنيه يعني، وقدرات نفسيه وقدرات ذهنيه، وهنقول الفرق ما بين الذهني والنفسي. ايوه. وقدرات فنيه. تمام؟ أيوة. الثلاث حاجات اللي احنا بنقولهم دول، البدني والنفسي والذهني، هما التلاتة بيصبوا في الآخر في الأداء المهاري بتاع اللاعب. تمام. يعني عليك لما تلاقي لعيب في آخر الماتش هو مش عارف يشوط الكورة بين الثلاث خشبات، ده مش سببه إن هو ما بقاش يعرف يشوط، هو سببه إن الإجهاد الشديد عمل فيه. الأصل في الرياضة إن فترات تقنين الأحمال والراحات والأجازات دي حاجة مهمة جدا، يعني إحنا عندنا مثلا حاجة اسمها الراحات السلبية. أيوة. الراحات السلبيه دي في بعض الانديه الكبرى دي اجباريه. يعني اجباريه طبعا، انت بتجبر اللاعب ان هو ياخد راحه سلبيه لان هو محتاج يستجمع كمان غير قدراته البدنيه وتعويض تكسير العضلات اللي بيحصل طول الوقت. يحتاج ان هو يستعيد اللياقه الذهنيه ويستعيد الرغبه في مواصله المشوار الرياضي. اها. غير كده بيحصل حاجه بقى احنا بنسميها المشاكل الاحتراق النفسي في الولاد الصغيرين. الاحتراق النفسي. في الكبار. الاحتراق النفسي. في تعبير اسمه البيرن اوت سندروم او الاحتراق النفسي، ده بنشوفه عند الاطفال لما يكون الاحمال كبيره ومتتاليه متتاليه متتاليه متتاليه، الولد بيكون نوع من انواع عدم الرغبه في ممارسه الرياضه اكتر من كده. الزهق. الكبار بيحصل نوع من انواع نقدر نسميه التشبع او الزهق يعني. ودي من الحاجات اللي بتعتبر من الاسباب الكبيره قوي اللي بتؤدي لحاجه بنسميها الاوفر سيندروم او مرض الاجهاد التدريسي الزائد. هو مش كل اوفر تريننج نتيجه زياده الاحمال. ممكن يكون نتيجه خلقه القدره على الاحتمال، وده زي ما بقول لحضرتك فيه جزء نفسي وفيه جزء بدني. لما بنيجي بقى هو حضرتك باختصار البني ادم عباره عن مجموعه من العضلات والامكانيات بيتم استخدامها ثم التعويض زي الاكل والشرب كده. احنا بناكل نحرق نحتاج ان احنا نملى تاني. اعاده الملء عند الرياضي هي الراحه. طبعا المشكله بتظهر من ثلاث حاجات. طب خلينا الاول اقف عند الراحه. مده قد ايه يلزمها اللاعب للراحه السلبيه بين الموسمين بشكل علمي؟ المده ولا ايه؟ المده. بص هي ملهاش مده ثابته، لكن انت بتبدا تغيرها ما بين كل لاعب ولاعب، لكن هي لا تقل باي حاله عن الاحوال عن ثلاث لاربع اسابيع من الراحات الراحه. ثلاث اربع اسابيع مده. دي راحه سلبيه الاجازه. ثم مده كثر الاستعداد للموسم الجديد. اللي ممكن بقى ده هيحط مقنن الاحمال. اللي بيبقى في الاعداد يعني لا يقل من في أسوأ الظروف عن ست أسابيع. ستة. هو الحقيقة نتيجة الضغوط اللي موجودة في العالم كله بدأت الناس تتنازل شوية، لكن التنازل عن الراحات السلبية ده وراحات اللاعبين تماما ده حاجة بتغير في الخطورة. حضرتك مش بس انخفاض مستوى، أنت بتقعد تقول بدون تعدد إصابات، وطبعا إحنا الجهاز الطبي دايما متهمين. يقول لك ده فلان اتصاب وفلان اتصاب وفلان اتصاب، أيوه هم اتصابوا نتيجة التلاحم المواسم وتلاحم المباريات وعدم وجود راحات كافيه وعدم وجود قائمه كبيره تخلي في تبادل. فالموضوع ده محتاج طبعا اعاده دراسه، والموضوع ده مهم عشان نتعب وعشان يطلع لنا لعيبه كويسه وما نفقدش لعيبه بسبب الاصابات. طب انا عندي نفس المشكله ممتده يا دكتور حسن، يعني
هذا الفريق لعب من اغسطس لاغسطس بشكل متصل، ما خدش الا 5 ايام راحه بسبب المشاركه الافريقيه. انت دلوقتي كمان الدوري هيخلص يوم 27، معسكر المنتخب هيبدا يوم 28، فمعظم اللعيبه او اللعيبه الدوليين هينتقلوا للمنتخب. هيلعب يوم 1/9 و5/9، يعني 1/9 في القاهره و5/9 في الجابون، ويرجع يقول لك العب كاس مصر يوم 9/9، ثم تبدا في الدوري الجديد على طول بعديها. ايه ده؟ والله بص يا فندم، هو طبعا هذا الموضوع محتاج اعاده يعني بحث. انت عندك لعيبه كبار زي محمد صلاح لما تيجي تطلبه في الاولمبياد مثلا، ما تفتكرش ان هو لما جه قال لك محمد صلاح مش رايح هو عشان مش مهتم بالبطوله او عشان هو مش عارف مهتم بالمونديال، ده عشان فتره الراحه الاجباريه. طبعا فتره الراحه هو بيعتبر اللعب في هذه المرحله قد يكون نوع من انواع الاقتراء على حق اللاعب في الراحه، وحق اللاعب ان هو يبقى عنده حياه يعني خاصه، يكون عنده شويه تغيير عن طبيعه الحياه الروتينيه والضغط بتاع المباريات. انا برضه عايز اقول لحضرتك حاجه، المشاكل اللي ممكن بتواجه اللعيبه نفسيا وذهنيا تعدد اشكال واتجاهات المنافسات. يعني انا بلعب مباريات الدوري كاس افريقيا ودوري الابطال، واخش منه على كاس مصر، واخش منه على الدوري العام. طبعا اللاعب بعد اي بيك او اي قمه كبيره في المجهود او في الضغط العصبي بيبقى راحه غصب عنه، عارف حضرتك بيبقى عنده امتحان يخلص ينام شويه، تمام؟ فده بيؤدي ان اللعيبه مستوى تركيزهم الذهني والنفسي بيقل طبعا. وفي حاجه اهم من كده كمان، التسرع. ان انا ببقى عمال زي ما حضرتك كده، انا عمال العب دوري في دوري في دوري، وبعدين اكسب افريقيا، وبعدين اروح العب كاس العالم للانديه. الكلام ده كله قد يؤدي الى نوع من انواع عدم الاداء بنفس الكفاءه النفسيه والذهنيه في المسابقات نتيجه توالي المسابقات. الكلام ده مش خاص بنادي واحد ولا بفريق واحد، ده خاص بالكره المصريه على اطلاق عمومها. فهو النادي الاهلي تحديدا عشان مشاركاته كثيره في الاحداث الافريقيه والدوليه، هو يمكن من اكثر الانديه اللي بتعاني من هذا الاتجاه. يعني تغير طبيعه المشاركات ده لود تاني، يعني ان انت بتلعب دوري محلي ثم تلعب في افريقيا ثم تلعب في بطوله عالم، تغير المشاركات ده عبء زياده. طيب انا عايز اي حد من اللعيبه اللي ابطالنا اللي خدوا ده في الاولمبياد دي ولاعبوا الاسبوع ده في الجمهوريه، وانت هتتفاجئ بالنتيجه. تفاجئ بالنتيجه؟ يعني انا لو طبعا لو جبت كيشو دلوقتي ولا هدايه ودخلتهم بطوله الجمهوريه بعد بطوله الاولمبياد ممكن يفشلوا في بطوله الجمهوريه، مش كده؟ احنا ما بنلعبهمش بعد الاحداث الكبيره، ما بنلعبهمش احداث محليه، بنسيبهم. قول لي، هي حصلت قبل كده يا دكتور حسن؟ ها؟ حصلت لحد من ابطالنا بعد الاولمبياد اخفقوا محليا؟ بص، احنا هدايا بعد الاولمبياد. انا فاكر كده، فاكر هدايا ملاك فعلا. هدايا دخلت في سلسله من الخسائر، بطولات بسيطه جدا في افريقيا وفي بطولات صغيره بعد ما كانت واخده ميداليه اولمبيه. نعم، بعد الميداليه الاولمبيه المره اللي فاتت. الميداليه الاولمبيه مرت، ده لا يخفى على احد يعني، مرت بفتره كساير ثم الى ان انتفضت مره اخرى على الاولمبياد اللي بعدها وعلى الاحداث الكبرى مره ثانيه، لان اللاعب الجسم بيبقى عنده نوع من انواع الانتباه الذهني المرتبط بحجم المنافسات. ايوه، وبيقدر ان هو يحدد ده لو هو مش مجهد قوي. لان يعني الاجهاد الشديد بيبقى غصب عن اللاعب ان هو محتاج ان هو يحط مجهوده وتركيزه في حدث على حساب حدث. فترتيب اهميه الاحداث هي دي اللي بتفرق. يعني كنت مركز قوي وانا بلعب ابطال العالم، مجرد ما اجي العب في بطوله محليه ممكن اخسر. لا، وانا هروح لحضرتك تقيت ليه؟ انت عارف ماتشات الكوره تلاقي ماتش فرقتين كبار قوي بيلعبوا مع بعض. والفرقه اللي كسبت الماتش اللي بعده خسرت في اخر الدوري. يخسر فريق من فريق صغير. اللي بعده على طول. ده هو اللي احنا بنتكلم عليه، ان هو حط مجهود ذهني ونفسي وبدني كبير جدا، ثم انتقل الى مرحله ثانيه وهو مريح. مديها نفس القدر من الانتباه النفسي يعني. الانتباه النفسي دي نقطة مهمة جدا. قول لي، طيب انتوا كلجنة أولمبية أو لجنة طبية في اللجنة الأولمبية مالكوش دور في توعية الأجهزة الفنية على الأقل في الاتحادات؟ انك تبدا تحط الجداول والمواعيد بشكل اهدام شويه.
بص احنا طبعا احنا دايما بنعمل يعني محاضرات وتوعيه وكده، بس الكوره للامانه ليها طبيعه خاصه جدا، انها لعبه جماهيريه جدا والاحداث متلاحقه فيها بشكل كبير جدا. فهو احنا جهه نصح ولسنا جهه التزام. لكن انا يعني لو يعني لو انا يعني عندي يعني قدره على الزام بشكل عام، انا هميل جدا ان يبقى في على الاقل كل سنة زي دراسة كده في أسبوعين ثلاثة، يعني النشاط يهدى على في كل الألعاب، مش بتكلم على الكورة بس كمان، إن اللاعب يلتقط أساسه، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا. طيب بالمناسبة الأولمبياد، طمنا على كيشو، أعتقد كان عنده كورونا، أخباره إيه؟ والله ربنا يعني يقومه بالسلامة كده. هو كان عنده كورونا طلع إيجابي، ما زالت إيجابية كده، كان عنده شوية حرارة بسيطة كده احنا متابعينه، بس ان شاء الله خير، هو باذن الله خير يعني. ان شاء الله يا دكتور بالتوفيق، والف مبروك وحمد لله على السلامه. الله يبارك في حضرتك يا فندم، الف الف شكر لحضرتك. شكرا جزيلا للدكتور حسن كمال، رئيس اللجنه الطبيه في اللجنه الاولمبيه، واعتقد حط حضراتكم في الصوره من حجم المشكله. عشان لما الاجهزه الفنيه في الانديه بتتكلم، الناس بتعتبر انه ده بيداري على شغله او بيبرر اي اخفاق ممكن يتعرض له.